نرجع الآن لكم بموضوع تسديد القروض في ملف السندات. احنا كنا نتكلم عن العرض وانه كيف لو نزل السداد بنفس يوافق نفس مبلغ العرض. خلينا نشوف في البريد المغلق مثلا، عندنا هنا مليع المبلغ حقها 363، 363 رقم القرض. هنا عندنا الاكسل شيت، الاكسل شيت هذا نحط رقم القرض حق مليعة، مبلغها كم؟ 363، نحط انها 200 ريال سددت نفس تاريخ السداد. اوكي، احنا فوق هنا حاطين رقم القرض حق خوينا صاحب العرض ابو 300، الان عنده سداد ب 300 بنفس رقم القرض اللي عليه عرض، وهذا قرض ما عليه عرض، حيكون سداد عادي داخل 200 ريال. وحنشوف الحالتين هذه. الان عندنا في البريد المفتوح عندنا واحد عليه عرض، واحد في البريد المغلق حيكون في سداد نازل. رفع السدادات، رفع ملف السدادات، حنختار الملف، اختار الملف اللي شفناه قبل شوية اللي فيه عرضين، اللي فيه قرضين بس، واحد قرض سداد عادي وواحد فيه قرض اللي هو مرتبط بالعرض. فكينا الملف، طلع لنا الحقول اللي فيه، مطلوب رقم القرض نعطيه رقم القرض، مطلوب مبلغ السداد اعطيناه مبلغ السداد، تاريخ السداد اعطيناه تاريخ السداد. تطبيق، دخل لنا هذا، قال لي اجمالي الحسابات الموجودة فيه حسابين، اجمالي السدادات اللي نازلة فيه 500، لانه زي ما كنا شايفين قبل شوية هتلاحظون في الاكسل شيت في حساب قرضين، واحد ب 300 واحد ب 200، حسبهم النظام واعطاك، قال لك اجمالي الحسابات الموجودة اثنين حسابين، اجمالي سداداتها 500 ريال. طيب احنا نبغى نشوف هنا ايش اللي حصل. اللي حصل لو جينا هنا هنحصل انه في سداد 200 ريال البريد المغلق، 200 ريال. لو عندي أنا اثنين عملاء لكن إجمالي السدادات 200 ريال، المتبقي هنا 1211، المتبقي 1111. لو سوينا عرض حيقول لي السداد هذا نازل على أي واحد في هذول الميتين ذي، وينها الميتين نازل عند مليع هذا. لو دخلنا عليها حنحصل مبلغ السداد نازل هنا بالأخضر، وبالتالي أنا لو ضغطت هنا حقدر أعرف هذا هو مبلغ السداد فوق ورقم القرض، ويطلع لي هنا التسلسل تواريخ السداد مبلغ السداد المتبقي. فيصير المحصل لو يكون في اجمالي سدادات متفرقة هنا نزلت بتواريخ متفرقة، يقدر يتعامل مع العميل يضغط هنا ويقول له ترى انت في تاريخ كذا سددت مبلغ، والتاريخ كذا سددت مبلغ كذا، وفي تاريخ كذا سددت مبلغ كذا، يبقى لك كذا. فيطلع هنا عنده هيستريك بالريكورد حق السدادات عشان يعرف يتابع مع العميل ويعرف ايش اللي تسدد وايش المتبقي وتواريخ السداد. لما في السداد واحد، لكن لو جات فترة ثانية ودخل فيها سداد ثاني 100 حتتجمع هنا في خلال السداد. لو تسدد المبلغ كامل حيقفل السجل اوتوماتيك، اوتوماتيك حيقفل. طيب العرض ايش صار عليه؟ حنجي هنا دخول حنشوف المبالغ اللي تسددت. عندي عميل اقفال، صار عندي عميل واحد اقفال، رغم انه احنا قلنا هذه 200 ريال مبلغها 363 وهي دفعت 200، ما ينقفل لكن هنا انقفل اللي مرتبط بعرض اللي هو هذا، اللي هو احنا قلنا ايه اللي هو رقم القرض هذا اللي كان عليه عرض 300. النظام راح شاف 300 وشاف العرض وعلى طول راح قفل الحساب. لو جينا هنا هنحصل نايز، رغم انه حسابها 363 لكنها انقفلت. لو جينا عند العروض هنا وقلنا له عروض مسددة راح يطلع لي هذا هو نايز 17%. لو قلت له عرض لي الكل حيجيب لي الكل، لكن جاب لي نايز هذا، هذا تقفلت بعرض. نفس الحكاية هنا لو قلت له عطني السدادات الإدارة وقلت له عرض لي الكل، عرض لي بالفترة مثلا من هنا
إلى اليوم. NCB سداد كامل، سداد عروض، سداد لو اخترنا، ظهرت عندي هنا ان حددنا الفترة، فترة السداد اللي هي 1/5. 1/5 طلعت معنا على طول، يعني لو قلنا مثلا 1/4، لو قلنا 1/5 طلعت معنا، طلع لي في السددات انه في 200 ريال تسددت وفي 300 تسددت لكنها بعرض. شوفوا هنا العلامة حقت العروض موجودة مع السداد هذا، واقدر اطلع دايركت عليه واشوف ايش المتابعات اللي كانت موجودة، واشوف طلبات المحصلين، واشوف هو عند مين، واقدر اشوف هنا السددات برضو هذه اللي نزلت، وهذا اقفل خلاص. طبعا انا اقدر احدد اي بنك، او اقدر اقول له سداد عرض، اعطيني سدادات العروض بس، او اقول له سداد كامل. سداد كامل لسه ما عندي سداد كامل، لكن عندي سداد عروض موجود عندي، لكن سداد بس حيروح يجيب لي بس ال 200 ريال اللي خشت كسداد، لكن ما تم اقفال. سداد اقفال حيطلع لي واحد سداد اقفال، الكل حيطلع لي الكل حسب الفترة اللي انا حددتها طبعا، فيظهر عندي بالتالي كذا. هذا بالنسبة للعروض وارتباطها بالسدادات وارتباطها مع عملية طلباتها من المحصل. لو طلعنا مثلا بنشوف حسين سلمان ايش صار عليه. هذا دخلنا على سلمان، شوف عميله اقفال عنده واحد، حتى سلمان حتى المشرف يستطيع انه يتابع الاقفال اللي عن طريق محصلينه. سلمان قاعد يشوف انه هذا خلاص اقفل عنده. سلمان لو جاء عند العروض نفس الحكاية، حيقول له عروض مسددة، حيروح يطلع له العروض المسددة. ف الحقيقة انه الموضوع كبير مرة ويحتاج الى شرح تفصيل اكثر. انا على عجل والله قاعد اشرح بعض الامور، لكن هذه امور رئيسية، خلينا نقول هي البيسك اللي من خلالها الموظف حيبتدي يتمرس ويفهم النظام اكثر ويعرف المتطلبات والامكانات الموجودة والتقارير والمعلومات المتوفرة اللي ممكن يحصل عليها من خلال النظام. التقارير عندنا اتصال بالعملاء، يستطيع انه مثلا يتابع الكل، يتابع مثلا بشوف الاتصال اللي حصل من تاريخ هذا الى تاريخ اليوم. ابغى اشوف مثلا اتصال بالعملاء من تاريخ 30 الى تاريخ 30، ما في ابريل، اتصال بالعملاء، تقرير اتصال بالعملاء. طيب خلينا نسوي اتصال بالعملاء، ثلاثين أربعة